السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده مع بعض هنشوف إزاي نقدر نضيف التقويم الهجري مع التقويم الميلادي، طبعا من خلال أي آيفون تقدر تعمل الطريقة دي. طيب، بداية هتفتح الإعدادات Settings، من خلال الإعدادات تمام هتنزل تحت هتفتح الكالندر اللي هو التقويم. تمام، بعد ما تفتح الكالندر هتفتح Alternate Calendars. تمام، بعد كده في عندك ثلاث خيارات، في عندك تقويم صيني، ثلاث تقويمات، في تقويم صيني، تقويم عبري، تقويم اسلامي. هتفعل التقويم الاسلامي، وبعد ما تفعل التقويم الاسلامي هترجع وهتطلع خالص، هتعمل لوك للسكرين، بعد كده تفتحها تاني هتلاقي عندك التقويم الهجري ظهر تحت التقويم الميلادي. عشان تتأكد افتح التقويم، هتلاقي برضو التقويم الهجري ظهر مع التقويم الميلادي. طيب، احنا ممكن نغير اللغة بتاعت الجهاز عشان نتأكد برضو اكتر ونشوف التقويم باللغة العربية، لان زي ما احنا عارفين اساس التقويم الهجري اساسه اللغة العربية. تمام، هنشوف مع بعض. طبعا بعض الناس كان سأل ازاي يقدر يضيف التقويم الهجري مع التقويم الميلادي، فانا حبيت ان انا اساعد الناس اللي مش عارفة بالمعلومة دي السريعة. اعتقد ان بعض الناس عارفينها لكن البعض الاخر مش عارف. تمام، طيب الجهاز فتح زي ما احنا شايفين، هنخرج ونعمل لوك للسكرين، نرجع نفتح السكرين تاني زي ما احنا شايفين 19 ربيع 2 اللي هو ربيع الاخر 1439 هجرية. تمام، بعد كده ممكن اقدر برضو ادخل في التقويم، من خلال التقويم هشوف هلاقي عندي ضيف لي التقويم الهجري تحت التقويم الميلادي. اتمنى يا رب ان انا قدرت افيدكم بالمعلومة دي، ولو في اي استفسار او اي سؤال محتاجه ممكن تقدر تسيبه في كومنت تحت، وان شاء الله نقدر نساعدكم فيه. في الختام نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.